بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الواحد المعبود، عم بحكمته الوجود وشملت رحمته كل موجود. أحمده سبحانه وأشكره وهو بكل لسان محمود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الودود، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الركع السجود والتابعين ومن تبعهم من المؤمنين الشهود. اليوم متابعات العزيزات، إلى كل سيدة تعاني من الكلف، سأقدم لك هذه الوصفة السحرية والسهلة لعلاج الكلف والتخلص منه نهائيا بإذن الله تعالى. وهذه المشكلة أغلب النساء تعاني منها وتظهر واضحة بقوة بعد الاستخدام الثالث فقط إن شاء الله. وترجع أسباب الكلف إلى الحمل وأيضا حبوب منع الحمل التي تغير الهرمونات، كما تصاب البشرة الدهنية بالكلف أكثر من أنواع البشرة الأخرى لأنها تفرز الدهون وتتحول لبقع داكنة أثناء التعرض لأشعة الشمس. وللوقاية يرجى عمل واقي شمس مناسب لبشرتك عند التعرض لأشعة الشمس لأنها السبب الرئيسي في تعميق بقع الكلف. وأيضا أنصحك سيدتي بشرب كمية كافية من الماء يوميا، وذلك للحفاظ على رطوبة وتوازن بشرتك. وقد سبق أني وضعت فيديو يتحدث عن هذا الموضوع. ولعلاج الكلف المقدم اليوم هو سهل وبسيط للغاية، ومكون من صفار البيض والمعروف بمزاياه التجميلية، فهو يرطب ويفتح البقع الداكنة، وعسل نحل طبيعي، ملعقة عسل نحل طبيعي. فالعسل غني عن التعريف، فهو يعزز خلايا البشرة ويعيد لها توازنها، زد على ذلك أنه يوحد لون البشرة ويكافح التجاعيد. وخلطة اليوم عبارة عن كما ذكرت صفار بيضة وملعقة عسل نحل. نقوم بمزج صفار البيض مع ملعقة عسل النحل جيدا، هكذا. ثم يوضع الخليط في قارورة زجاج صغيرة مثل هذه ونظيفة ومعقمة، ويحتفظ به في الثلاجة. يدهن الوجه بالخليط في المساء ويترك لمدة نصف ساعة. بعد مرور نصف ساعة اغسلي سيدتي بالماء الدافئ ثم البارد، وادهني قبل النوم وجهك بزيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند أو أي زيت مغذي متوفر لك في البيت. كرري خلطة علاج الكلف يوميا، وستظهر لك النتيجة وواضحة بعد الاستعمال الثالث إن شاء الله تعالى. قومي بحفظ الخلطة في إناء زجاجي مثل هذا معقم لمدة 3 أيام فقط، بعدها يمكنك أن تجددي الخلطة. سارعي إلى تطبيق هذه الخلطة الآن، فالوصفة فالمكونات متوفرة في كل بيت وهي سهلة، وهي تساعدك على تبييض بشرتك كذلك، وتتخلصي من كل البقع المزعجة التي تؤثر سلبا على جمالك وإشراقة وجهك. وكل سيدة ولها جمالها الخاص بها. ولا تنسي بالأخير مشاركة الفيديو مع صديقاتك على صفحات التواصل الاجتماعي، سجلي إعجابك، وطبعا إن عجبك الفيديو اشتركي بقناتي. كما يرجى منك فضلا لا أمرا وضع تعليق ولو بكلمة في صندوق المشاركات أسفل الفيديو لدعم قناتي على تقديم الجديد والمفيد على الدوام. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.